مشاركتك يعني انا مش مدرسه انه عدم المشاركه خيانه، لا لا، عدم المشاركه كسل، بس هو في اللحظه دي كسل مضر، كسل بيدي انطباع سلبي، لانه في ناس هتترصد بالمساله وتيجي تفخس تقول لك ايه، تقول لك دول ما شاركوش علشان مش مؤمنين بالنظام او علشان مش راغبين او عشان مكرهين. لا، شارك، خد معاك اولادك عشان يتعلموا يعني ايه انه ليهم حق في هذه البلد.